حاجه كنبغي نقدم لكم نفسي، انا الاسم ديالي عبد الله عمراني، تلميذ في السنه الثانيه بكالوريا بثانويه مولاي ادريس في بوجلود المدينه القديمه. صراحه انا عجبني هذا العرض هذا اللي قدمته لنا الان، حيت فيه بزاف الفوائد اللي غادي يمكننا ان شاء الله في المستقبل من الولوج لهذا الخزينه العامه، نقدروا ان شاء الله نولي موظفين هنايا. وصراحه انا عجبني بزاف هادشي اللي قدمته، صراحه استفدنا بزاف وطرحنا اسئله كثيره اللي تقدر ان شاء الله تفيدنا في المستقبل.